الكافيتات للاسف عامل تشويه جامد لشكل العماره في مصر، لان هو حاجه مش يونيفايد، مش موحده، فتلاقي حاجه مكتوبه بشكل مش لطيف، في ناس حتى بتكتب على الحيطان وكده، يقعدوا يعملوا اعلانات وبتاع، فانا شايفه ان ده تشويه للمنظر جامد. ما يمنعش طبعا ان هم لازم يبقوا عاملين دعايه ليهم، بس اتليست يبقى في حاجه شكل موحد يتعمل بيه الدعايه دي. يعني لو في نظام يتحط فيه اليوفط في اماكن محدده، حتى اليوفط اللي بتبقى البيل بورد اللي موجوده على الكباري وعلى الحاجات دي برضو كترت قوي، يعني الناس دلوقتي بقت طول ما هي ماشيه عماله بتبص على الحاجه دي وبتركز فيها اكتر، فلو في شويه نظام بيتهيألي الموضوع هيبقى احسن. يعني هو العمارات الجديده اللي بيبقى عليها اليافطات وعليها بتاع مش مشكله، يعني بتدي ديكور حلو للعماره، ما بتعملش اي تاثير سلبي يعني على العماره. ما ينفعش انا بكون عامل طراز مصري والاقي عامل طراز مودرن جنبه، ببوظ شكل العماره في مصر. لازم برضو ارتبط بالتراث وبعمل له تقل في المكان. مفيش رؤيه، لان زي ما بقول لحضرتك بيبقى في نماذج مثلا للاماكن دي، مثلا هنبني كله شكل واحد، اسطمبه واحده. الحاجات دي بتتنفذ من الاحياء او من المجالس المحليه، بتنزل لها مثلا اسطمبه مثلا من مجلس الوزراء، من وزاره الاسكان، يقول لك الحي ده هيتبنى كله بنفس الطريقه دي. مفيش الحاجات دي. اعلانات كبيره جدا العماره ما بتستحملهاش، فتحط لي اعلان صغير، كفايه لفته صغيره كده جميله يبقى شكلها حلو.